المرشحين في انتخابات نادي الزمالك كل يوم بيطلعوا بتصريح يخص النادي الأهلي وأحد لاعبيه. جماعة يعني أنا بأتمنى لكم كلكم التوفيق، بس رجاء يعني يا ريت حضراتكم تركزوا في اللي انتوا فيه، ركزوا في مشاكل نادي الزمالك وكيفيه حلها، ركزوا في ان انا عندي ان نادي الزمالك عنده امور كثيره جدا جدا محتاجه ان هي تتحل، مش بالكلام ولكن بالفعل والعمل. اتمنى ان كل كلام حضراتكم يكون اكثر واقعيه، مش كل شويه اقول لك اصل الكهرباء مش هنقسط. يا عم ما تقسطش، هو حد طلب ان انت تقسط؟ انا حاجه غريبه جدا. انا بالنسبه لي المواضيع دي بتبقى غريبه جدا، اقول لك اصل احنا مش هنسيب فتوح للاهلي. فتوح مين اللي هيروح للاهلي؟ هو في حاجه حصلت من هذا الكلام؟ هو حضراتكم بتتكلموا على ايه؟ بتتكلموا على ايه اللي هيحصل بعد كده يعني، ولا انا مش فاهم؟ وياما شرحت الفتره اللي فاتت يا جماعه النادي الاهلي لا يتعاقد مع لاعب الا بالطرق القانونيه، والنادي الاهلي لا يتفاوض مع لاعب الا في الاوقات الرسميه. من حق النادي الاهلي ان هو يتفاوض مع اي حد طالما الوقت الرسمي، مع اي حد في العالم بيلعب في الزمالك او بيلعب في مانشستر يونايتد، ما عنديش مشكله. ولكن اتمنى ان الناس تفضل كل واحد في ما يعني المرشحين في انتخابات نادي الزمالك بيلعبوا على وتر الجماهير او وتر اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيحبوا ناديهم. طبعا اعضاء الجمعيه العموميه نادي الزمالك مليون في الميه بيحبوا ناديهم وعايزين ينتخبوا افضل ناس عشان يطلعوهم من المشاكل اللي هم فيها. طالما في مشاكل الكوره بنسمعه يعني، انا ما اللي بنسمع كل ان على طول دايما في مشاكل الفتره اللي فاتت وكذا وكذا وكذا. انا شخصيا اتمنى الخير للجميع، انا ما عنديش اي ازمه في هذا الامر، لكن الحقيقه الكلام اللي بيتقال كل يوم عن النادي الاهلي او احد لاعبيه وجهه نظري ان هو بيفوق بكثير اللي بيتقال عن نادي الزمالك وكيفيه حل مشاكل نادي الزمالك. بالمناسبه الكلام عن النادي الاهلي مش هيحل مشاكلك. مشاكلك يجب ان انت تحلها بنفسك، انا معرفهاش. محدش يعرفها. المرشح اللي بيرشح نفسه هو اللي بيبقى عارف انا داخل عندي مشكله ان انا اجيب الكارت ده من هنا لهنا، فهجيبه ازاي؟ هو بيقول انا هجيبه ازاي؟ وعلى اعضاء الجمعيه العموميه ان هم، لكن مش كل حاجه اقول لك ايه؟ اصل لن مش هقسط، مين قال ان احنا ان كهربا طلب اساسا؟ ان غرامته تتقسط. هل حد سمع ان كهربا عايز يعمل كده؟ هل صدر حاجه رسميه بتقول هذا الكلام؟ يقول لك اصله فتوح وهيروح الاهلي ايه ومين اللي قال ومين اللي، يا جماعه ما يصحش الكلام ده. ده احنا بنقول ان احنا داخلين في عصر كويس وعصر محترم، وانا سامع ان هنا في بعض المرشحين بيقولوا ان احنا اصدقائنا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، واصدقاء من مجلس اداره النادي الاهلي يقولوا اصدقائنا من بعض المرشحين، وبالتالي الامور ماشيه في اتجاهات جيده، كل واحد فيهم عايز افضل الافضل لناديه، والعلاقات الشخصيه تذهب الى شكل اخر، لكن في النهايه كل واحد فيهم هيدافع عن ناديه باحترامه بادب وباخلاق. ده اللي احنا كنا فاهمينه ان هو هيحصل خلال الفتره اللي جايه بعدما يعني حصل اللي حصل الفترة اللي فاتت، وانتهى عصر الصوت العالي والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. مش عايز اتكلم في هذه الامور عشان محدش يغلطني. فكل اللي انا بقوله، الغرض من الكلام اللي انا بقوله ده، لا يصح الزج باسم النادي الاهلي في الدعاية الانتخابية لاي مرشح سواء النادي الزمالك او غيره، اي نادي يعني، ولكن لان هو الفترة دي نادي الزمالك هو اللي عنده انتخابات، وبالتالي اتمنى ان الامور تمشي في نصابها وتظل الامور دائما في اطار الاحترام والادب. يعني من يومين ثلاثه اتكلمنا عن احد المرشحين اللي اتكلم بشكل منطقي وعقلاني عن النادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي الافضل في ناحيه الرعايه عشان هو مستقر وعنده بطولات كتيره. قلنا الكلام ده على الهوا، قلنا الكلام ده على الهوا، ما قلناش ما يؤجج الفتنة، ما اتكلمناش على أمور أخرى بتسخن أو بتغذي الفتنة ما بين الجمهورين، لأن كل اللي احنا عايزينه نفسي أمنية من أمنيات حياتي. يعني أتمنى، أنا داخل على 50 سنة أهو، أتمنى إن أنا أشوف مباراة أهلي وزمالك بجمهور الأهلي والزمالك طبعا، بس انا بتكلم عن هنا هتكلم عن اهلي. اتمنى ان انا اشوف الجمهورين، كل جمهور الاهلي، وجهه نظري ان جمهور الاهلي بالنسبه لي هو اعظم جمهور في الكون.
نسمع بيقول ايه وبيغني لعيبته طول عمره يعني. الحمد لله انا كنت من الجيل اللي لعب وشاف جمهور الاهلي وهو واقف معاك وانت بيخش فيك جون وفي اخر ثانيه. افتكروا ماتش 4-3 في كاس مصر الاهلي وزمالك، افتكروا ماتش الصفاقسي، افتكروا ماتش ماتشات كتيره عفوا ماتشات كتيره جدا ممكن افكركم بيها. مش السبب الرئيسي احنا ولا اللعيبه يعني ولا الجمهور ولا انا اسف، مش السبب الرئيسي اللعيبه ولا الجهاز الفني ولا الاداره، لا 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 لا، السبب الرئيسي هو جمهور النادي الاهلي. هتقول لي هو ماتش الصفاقسي كان فيه جمهور؟ اه يا فندم كان فيه جمهور، حضرتك ما تعرفش لسه صغير ما شفتش. اللي كان في الملعب شاف ان كان فيه 50 60 واحد موجودين جايين من مصر في ماتش الصفاقسي 2006 قاعدين في المدرجات سكتوا 40,000. فالجمهور هو الاساس، الجمهور هو. اتمنى ان انا اشوف مباراه الاهلي والزمالك القادمه على طول فيها 100,000 متفرج في استاد القاهره، ان هو ده اللي الدوله المصريه بتسعى له والدوله المصريه حريصه على مثل هذه الامور.